من بين يدي الإنسان ومن خلفه، ومنهم الكتبة عن اليمين وعن الشمال، ومنهم خزنة جهنم وخزنة النار، ومنهم الملائكة الموكلين بالأجنة والملائكة الموكلين بالقطر وهكذا. ولذلك الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالملائكة، حتى يؤمن بالملائكة. ولذلك جاء في حديث عمر بن الخطاب الذي يسمى بأم السنة عند مسلم، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: تؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو أن يعتقد المسلم أن لله تعالى خلقا اسمهم الملائكة، جنس الملائكة، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول، وهم بأمره يفعلون ويطيعون ويستجيبون. وأما على التفصيل فالنظر في رتبهم ووظائفهم التي جاءت في الكتاب والسنة. ولذلك لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالملائكة. لماذا؟ لأن المكذب بالملائكة مكذب للقرآن وللسنة ولإجماع أهل الإسلام. الفائدة الأخرى، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل في الأرض خليفة، جاعل هنا معناه خالق، جاعل خالق. وهنا فائدة مهمة تنتبهون لها، وهي أن جاعل هذه من الألفاظ المشتركة، جعل من الألفاظ المشتركة، وأوصلها بعض أهل العلم إلى 10 معاني، وحاصلها 4. حاصلها والذي عليه أغلب النصوص 4، وهي: الأولى أن جعل تأتي بمعنى خلق، تأتي بمعنى خلق، ومن هذه الآية، من هذه الآية: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خالق في الأرض خليفة. ومنها قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات، يعني خلق الظلمات والنور. وثانيا تأتي جعل بمعنى صيرة، تأتي بمعنى صيرة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني صيره. قال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه، صيرناه. ولذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه في رده على القائلين بخلق القرآن، حينما استدلوا بأن القرآن مخلوق بلفظة جعل، قال: هذه من الألفاظ المشتركة. وحاجهم في هذا حينما ذكر معاني جعل، وأنها لا تحمل معنى واحدا فقط، وإنما تحمل معاني على حسب السياق. ولذلك في قول الله تعالى: إنا جعلناه، يعني صيرناه، صيرناه، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والمعنى الثالث تأتي بمعنى اعتقد، بمعنى اعتقد. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، اعتقدوا. فتأتي جعل بمعنى اعتقد، وتأتي أيضا بمعنى شرع، شرع. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ها، يعني شرع. هذه أحد معاني جعل، وهذه قاعدة مهمة تحفظونها بارك الله فيكم، حتى تتعاملون مع النصوص تعاملا شرعيا سليما. أيضا فائدة أخرى في قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فيها إثبات قيام الأفعال بالله عز وجل، فيها إثبات قيام الأفعال بالله عز وجل، على خلاف ما يقوله بعض أهل البدع، فإن الجعل يقتضي إيجادا بعد عدم، يقتضي إيجادا بعد عدم، فهو لم يوجد أصلا فخلقه الله عز وجل، فخلقه الله عز وجل. ولذلك كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. قال: إني جاعل في الأرض خليفة،
إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هذه فائدة أخرى، خليفة يعني جنسا يخلف بعضه بعضا، جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، قرنا بعد قرن، هذا المعنى خليفة. خليفة يعني يخلف بعضه بعضا، لأن إذا تأملت في نصوص القرآن تجد بأن مفردة خليفة تعني أن يخلف الشيء الآخر، ولذلك قال جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني تخلفون بعضكم بعضا، يموت جيل ويأتي جيل وهكذا. قال جل وعلا ويجعلكم خلائف الأرض، قال جل وعلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، قال جل وعلا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، قال جل وعلا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. ولذلك خليفة هنا يعني جنسا يخلف بعضه بعض، هذا هو المعنى. وفي معنى خليفة خمسة أقوال، في معنى خليفة خمسة أقوال، والراجح من أقوال أهل العلم أن المقصود بالخليفة هم ذرية آدم عليه السلام، ذرية آدم عليه السلام يكونون في الأرض، يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. وسأتكلم على مسألة إفسادهم في الأرض حينما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال خليفة. الفائدة الأخرى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. قول الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها، ليس هذا سؤال اعتراض أو حسد، لا، وإنما هو سؤال استكشاف واستعلام عن الحكمة في ذلك. كيف تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما الحكمة في ذلك؟ هذا هو المعنى، لأن الملائكة لا يمكن أن يتصور أنهم يعترضون على ربهم سبحانه وتعالى، فهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الفائدة الأخرى أن الملائكة لا يعلمون الغيب، أن الملائكة لا يعلمون الغيب إلا بما أطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، ولذلك لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن يطلع الله عز وجل الغيب من ارتضى من رسول، من ملك أو رسول يطلعه على الغيب، ولذلك الملائكة لا يعلمون الغيب. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني هذا بناء على علمهم ورؤيتهم أم بناء على اجتهادهم وتوقعهم؟ أقوال لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأرض كانت مسكونة، كانت مسكونة وفيها خلق، قيل الجن والحن، وقيل كانت قبائل الجن، فحصل بينهم مقتلة عظيمة جدا وأهلك بعضهم بعضا وسفكوا الدماء، وهذا ليس له مستند يمكن الاطمئنان إليه والقول به والجزم، ما في ممكن يعني ما يمكن أن يجزم به، لكن ذكره علماء التفسير، ذكره علماء التفسير. القول الثاني قالوا بأنهم توقعوا ذلك اجتهادا حينما رأوا أن آدم خلق من طين، فذهبوا إلى أن هذا الجنس يصدر منه القتل والإفساد، يحصل منه القتل والإفساد، ولذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقالوا هذا توقعا اجتهادا لما رأوا من عجيب خلق آدم وأنه لم يخلق من نور وإنما خلق من طين كما سأذكر. قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلم، وفي هذا أن الملائكة مهمتهم التقديس والتمجيد والحمد لذي الأسماء الحسنى جل وعلا،
يقدسونه ويحمدونه ويمجدونه سبحانه وتعالى، هذه مهمتهم. ولذلك تجد بعض العلماء يعبرون يقول الملائكة لا عقل لها، وليس المقصود أنه لا عقل لها العقل المعروف، لا، وإنما هي ليست مكلفة كجنس بني آدم، وليس فيها الشهوة التي عند بني آدم، وإنما هم خلقوا لطاعة الله عز وجل وتنفيذ أمره، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال إني أعلم ما لا تعلمون، والله جل وعلا هو العلام وهو العليم سبحانه وتعالى، وكل من رزق علما فإنما رزقه من الله. قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، وكان فضل الله عليك عظيم. ولذلك قال إني أعلم ما لا تعلم، فالعلم ينسب إلى الله، وكل مخلوق إنما العلم هو منة من الله وفضل، منة من الله وفضل. ثم قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها. آدم عليه السلام هذا اسمه اسم علم وليس وصف، على الراجح من أقوال أهل العلم أهل التفسير، فاسمه آدم وهو أبو البشر، أبو البشر أبو جنس الإنسان. فالله جل وعلا خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وخلق آدم صالا كالفخار، والصلصال هو الطين المتلاصق الممتزج، هذا هو الصلصال. وآدم عليه السلام سمي آدم قيل من الأدمة، والأدمة هي اللون الذي بين البياض والسمار، بين البياض والسمار. والله تعالى قبض قبضة من الأرض، قبض قبضة من الأرض وخلق منها آدم بيده جل وعلا وتقدس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فترون فيهم الأحمر والأبيض والأسود والطيب والخبيث، لأن الأرض متنوعة، تجد الأرض الآن بعضها بيضاء بعضها حمراء بعضها سوداء، تجد بعض الأراضي خبيثة سبخة لا تقبل ماء ولا تنبت كلا، وتجد بعض الأراضي طيبة. ولذلك هذا التنوع عند بني آدم سبب هذه القبضة التي قبضها الله عز وجل من الأرض، وخلق منها آدم، خلق منها آدم ونفخ فيه من روحه جل وعلا وتقدس. وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، فالله جل وعلا من على آدم بهذا العلم الذي شرفه به حتى أصبح من حيث الجنس أفضل من الملائكة بسبب العلم الذي علمه إياه. علم آدم الأسماء كلها، لم يبقى اسم إلا علمه إياه، إلا علمه إياه، أسماء الملائكة، أسماء الطيور، أسماء الحيوانات، أسماء الأماكن، كل شيء علمه الله عز وجل. ثم عرضهم على الملائكة، عرضهم على الملائكة، ما قال عرضها، مع أن الأسماء فيها ما يعقل وفيها ما لا يعقل، لكن لما كان فيها ما يعقل غلب الخطاب هنا، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني إن كان لديكم علم بهذا، إن كان لديكم علم بهذا. فالله جل وعلا عرض هذه الأسماء، قال العلماء المسميات، قال عرض هذه الأسماء على الملائكة، الله عز وجل عرض على الملائكة فقال أنبئوني اخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك، يعني ننزهك ونقدسك ونحمدك، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهو اسم العليم والحكيم. والقاعدة الشرعية أن كل اسم يشتق منه صفة، فاسم العليم يشتق منه صفة العلم، واسم الحكيم يشتق منه صفة الحكمة. قالوا سبحانك، ردوا العلم إلى الله عز وجل، ردوا العلم إلى الله عز وجل، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، على خلاف قارون. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي،
عندي. قال إنما أوتيته على علم عندي. ولذلك الملائكة من أدبهم مع الله عز وجل قدموا التسبيح والتقديس والتمجيد والتعظيم له قبل الجواب، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفائدة الأخرى أن الله تعالى أمر آدم حتى يبين شرفه ومكانته أن يخبر الملائكة بالمسميات هذه وليس بالأسماء، المسميات. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، بأسمائهم يعني بهذه المسميات. فقال أنت جبريل وأنت ميكائيل وأنت إسرافيل وأنت رضوان وأنت مالك وأنت كذا وكذا، أنبأهم. ثم قال هذه الجنة وهذه كذا وهذه كذا، أنبأهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فاستجاب آدم للأمر فأنبأهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله جل وعلا يعلم غيب السماوات والأرض، ولذلك السر عند الله علانية، السر عند الله علانية، وما يخفيه الإنسان علانية عند الله عز وجل، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل وعلا في قصة سبع لما قال الهدهد وذهب ورأى، قال إني رأيت، لما رأى الملكة تملك قال يعبدون الشمس من دون، قال إيش؟ قال أحط ما لم تحط به، ها؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، نعم، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. الله لا إله إلا يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ما معنى غيب؟ ما غاب كل ما غاب عنك فهو غيب. غيب السماوات يعني لو أن ذرة بين هذه المجرات العملاقة تائهة وضائعة في هذا الملكوت العجيب فالله يعلمه وأنت لا تراه، فالله يعلمه. فالله جل وعلا يعلم هذه الحبة في باطن الصخرة العظيمة، يعلمها سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالسر عنده علانية جل وعلا. الفائدة الأخرى مشروعية المناظرة والمجادلة بالحق، فالله جل وعلا